طبعا اليوم هناك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول طلب إسرائيلي من مصر بضرورة تهجير سكان قطاع غزة إلى داخل أراضي سيناء. وطبعا هناك حديث في يدعوت أحرنوت وأيضا موقع واينت الإلكتروني عن ضغط إسرائيلي على مصر بضرورة تهجير سكان القطاع إلى داخل أراضي سيناء. نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع قادة أوروبيين ومع قادة من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل تهجير سكان قطاع غزة إلى داخل سيناء مقابل حذف ديون مصر لدى البنك المركزي الدولي. لكن هناك رفض مصري لهذا المقترح ولهذا الطلب الإسرائيلي. طبعا بريا إسرائيل تتحدث عن معارك ضارية في داخل قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن تدمير نحو 300 هدف وموقع لفصائل المقاومة الفلسطينية في داخل القطاع خلال الساعات 24 الماضية. لكن أحمد هناك تعتيم إسرائيلي كبير حول المواقع البرية التي يتم التوغل فيها داخل القطاع، وهناك حظر على نشر أي معلومات متعلقة بالاجتياحات والتوغلات البرية للجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة، ويتم فقط تناول أنباء نقلها عن مواقع أمريكية أو بعض المواقع العربية عن التوغلات الإسرائيلية في داخل القطاع. شكرا لك عدنان جان مراسل العربي من القدس.